نتابع حلقتنا ومثل ما تعودنا ببرنامج أخبار صباح دايما لنا جولة على أبرز النشاطات الثقافية. اليوم رح نكون مع المؤتمر الصحفي اللي تم خلاله الإعلان عن إطلاق مهرجانات بعلبك لصيف 2015 يلي رح تتضمن عروض منوعة لفنانين لبنانيين وأجانب. لمحة عن البرنامج نتابعها بهالتقرير. منطقة بعلبك بهيكلها بتاريخها العريق بأساطيرها بأهل المضيافين ومعالمها الأثرية وبمهرجانها رح تفتح أبواب السنة ومرة جديدة لكل محبين الموسيقى العريقة والعروض الفنية من خلال مهرجانات بعلبك الدولية اللي رح تعقد السنة وببعلبك ليبرهنوا أنه بعلبك والحالة الأمنية بألف خير. حقيقة نحن نتطلع إلى المستقبل وإلى الغد بكل أمل وبكل استشراق على أنه نهيد لبنان هو العيش المشترك، هو لبنان السياحة، لبنان الفرح. بالمنطقة ببعلبك بالهرمل عم نطوي صفحة سوداء للأسف من الارتكابات والإجرام. رغم من كل شيء يعني في إمكانية نطلع بعلبك، ونحن ما رح نلغي الطلعة لأنه جيش لبنان قام بعمل استثنائي هذيك السنة وهالسنة إن شاء الله كمان، واليوم الوضع مستقر بالرغم كل شيء عم نسمعه. فنعم رح نطلع بعلبك. أنا كلنا أمل بهمة الجيش بهمة الأهالي أنه ما رح يصير شيء، وطبعا اللجنة والوزارة السياحة ووزارة الثقافة لو ما في كل التطمينات ما كانوا وافقوا أنه تنقام المهرجان بعلبك. إن شاء الله كلنا بنكون بعلبك، بس إن شاء الله نقول ببعلبك كل سنين مع ميشيل فرعون، لأنه بلا ميشيل فرعون ما رح تصوى العملية. مهرجانات بعلبك الدولي لصيف 2015 رح تفتتح السنة ب 31 تموز بعرض احتفالي موسيقي غنائي ورائس ضخم مهدى إلى بعلبك بمشاركة أهم الأسماء اللبنانية العالمية وبتأليف موسيقى من عبد الرحمن الباشا، بشارة الخوري، غادر الرحباني، مارسيل خليفة، ناجي حكيم، إبراهيم معروف، زاد ملتقى، جابرييل يارد وغيرهم، ومن شعر من أدونيس، طلال حيدر، صلاح السيتية، إيتال عدنان، وبأداء من فادي حج الطنب، رفيق علي أحمد وغيرهم. الفنانين اللبنانيين اللي شاركوا إلك يا بعلبك عم يكتبوا نصوص وموسيقى خاصة لبعلبك، يعني مش عم ياخدوا شيء من الريبرتوار تبعهم، إنه الوحي هو بعلبك. بفتكر هيدي الشغلة كتير 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 مهمة وبعد ما صارت بلبنان. مسرح رائع بانوراميك بعقد، إنه حرام يكون عم ينعمل بمحل تاني مع احترامي لكل محلات كتياتر مسكر أو شيء مركب أو بريفابريكي، وقت اللي عنا نحن أحلى لوحة حقيقية عمرها ألف سنين. إن شاء الله بدنا نشوفكم ببعلبك السنة. Beautiful tango, take me by the hand. هندي زهرة مغنية الورلد ميوزك اللي بعت أكثر من 100,000 ألبوم وأحيت أكثر من 400 حفلة موسيقية وحازت على جائزة أفضل ألبوم موسيقي، رح تقدم بتاريخ 9 آب مجموعة من أغنيها القديمة مثل بيوتيفول تانجو وأغنيها الجديدة من آخر ألبوم إلى هوملاند. Baby if we dance si si ku banade lo kulande nana di be fina si kwala kanade. لكل محبي الجاز الفنان العالمي ريتشارد بونا رح يقدم بتاريخ 16 آب أمسية فنية متخصصة بموسيقى الجاز. ريتشارد بونا اللي حقق شهرة واسعة عالميا برصيده 8 ألبومات وأعمال عديدة إلى جانب أساطير بعالم الجاز. موسيقى شرقي 100% رح يقدم موعد بتاريخ 21 آب مع واحدة من كبار المغنيات الشرقيات بالعالم العربي اللي تعاملت مع أهم الموسيقيين مثل أحمد رامي، رياض الصنباطي، وبليغ حمدي. ميادة الحناوي اللي رح تقدم أنا بعشقك، كان يا مكان، حب اللي كان ضمن حفل طربي شرقي.
لأول مرة بتاريخ المهرجان رح يكون هنالك حفل ديسكو فونك بتاريخ 29 آب مع الفرقة الموسيقية العالمية The Earth, Wind and Fire Experience featuring Al McKay and the All Stars اللي أصدرت 8 ألبومات وحازت كلها على جوائز عالمية بالإضافة لعزفها بعدد من أهم الأفلام العالمية. وأخيراً ختام المهرجان رح يكون مع الموسيقى الكلاسيكية بتاريخ 30 آب ومع فرقة كواتيور موديغلياني اللي رح تعزف على الآلات الوترية مجموعة من ألبوماتها الخمسة اللي لقيت نجاح عالمي وضخم بالإضافة لمعزوفات لبيتوفن، موزار وهايدن. تابعين حلقتنا ومنرحب بضيفتنا الأولى لليوم الكاتبة فرح عيسى والأستاذة الجامعية، وبدنا نحكي عن كتاب فرح الأول على وقع الكعب العالي. صباح الخير. صباح الخير فرح. كيفكم؟ نحن منيح. يعني الكتاب كتير مبسوطة فيه، كنت عم تقولي لنا كل ما تقري عنوانه كأنه أول مرة. أول مرة هلأجي أنه حطيتيه على حلقاتك، يعني خلينا عم نبلش الحديث نشوف الحلقات نضوي شوي على حلقاتك اللي كتير مهضومين. خليني أول شيء أشكر لك أن مشاغية اللي عملت لي هون خصوصي كرمال أخبار الصباح اليوم. مرسي بكل فينا نبرق فيكم تاخدوا لحلقات عن قريب بليز بيك جمد راسك طيب. أوكي أوكي. هيدا وحدة كعب عالي كتير مهضوم، والتاني مع العنوان، والتاني مع اسم الكتاب يلي هي على وقع الكعب العالي. حلو كثير حلوين، يعني من العنوان بنقول هيدا كتاب كله هيك خاصه بالسيدات بالانوثه بالجمال، صح؟ هذا الشيء صحيح. طبعا هذا الكتاب هو مشاعر انثى، بتتحدث عن خيباتها وبتتحدث عن نهوضها بعد الخيبات، بتتحدث عن مشاعر، بتتحدث عن الحب، بتتحدث عن الزعل، بتتحدث عن الفرح. فالكتاب هو مجموعه من النصوص اللي هي دائما بتحكي عن مشاعر انثى، وحيالا حدا حيالا انثى بتقرا الكتاب اكيد رح تلاقي حالها ببعض المقاطع، يعني منه موجه للرجال، فيهم يشوفوا الانثى كيف بتفكر النظر على على مشاعرنا اكثر. لا بس مبين انه كلهم سيدات يلي مجمعين حواليك بالصوره. هون بتوقع الكتاب. نعم. هلا بيقدروا الرجال يقروا ليستنجوا شو ليعرفوا المرأة كيف بتفكر مثلا؟ ولا انا لهلا قرائي رجال اكثر من نساء على فكره. مع انه الصوره بتوحي بالعكس يعني. طيب خلينا شوي نحكي فرح عن الكتاب يلي اخترت تكتبيه باللغه العربيه رغم انك بتدرسي اربع لغات، فرنساوي انجليزي اسباني وعربي. ليش نقيت العربي؟ برافو انك نقيت العربي. اول شيء انا متعصبه للعربيه. في شوفه اكيد برافو كثير. رجعي عاديه. انا متعصبه للغه العربيه. فنحن نحن قبل كل شيء نحن عرب، مشان هيك وهي لغتي الام وما عندي اعز منها يعني. فبين اخواتها اللغات اللي عندي هيدي المفضله عندي. بتحسي انك بتعبري بالعربي اضبط من غير لغات؟ برتاح اكثر. برتاح اكثر، بس طبعا انا بعبر بالانجليزي وبعبر بالفرنسي، بس بالعربي بحس حالي ما عم بعمل يعني تلقائي اكثر. شو المقصود من الرسمه؟ مرايه. اكزاكتلي. الرسمه هي مرايه، لانه انا كنت بعتبر انه كل حدا مثل ما عم بقول لك رح يقرا الكتاب محمود رح يلاقي انعكاسه في ببعض المقاطع على هالاساس. كتبت خواطر قبل بالانجليزي او بالفرنسي فرح رجعتي ترجمتيهم، او من الاول يعني حطيت براسك انا بدي اعمل كتاب ومن الاول بلشت تكتبي بالعربي؟ انا قبل كنت اكتب بالانجليزي بعدين وقفت، اعتكفت الكتابه كلها سوا، بعدين وقت رجعت اشتغلت ورجعت بلشت اكتب كتبت بالعربي، وهلا المشروع انه يترجم على وقع الكعب العالي. اوكي هون يترجم للانجليزي. في كم صفحه هيك معلمتيهم طويتيهم بدك تقري؟ اذا بدك يلا بدك تقري. شو بدك؟ واحدة انا كثير بحبها. هو كم نص؟ 66 نص. بقرا لكم ساعة الحنين. يلا. ساعة الحنين وكلما حاولت تجاهلك تدق ساعة الحنين، أعرف أنك من غرسها وأعرف أن الوقت قصير، تمضي الساعات تحط وعلى رؤوسها تطير، ويمسي العقارب نغم خاص
تعزف أوتارها ذكرى الحبيب، ويغمرني طيفك ويأخذني للبعيد إلى زمن يشتاق فيه الوقت إلى دقائقه وثوانيه. هالستة وستين هيك خاطرة كتبتيها، ما بعرف قديش كم واحدة منها موجهة للحبيب. لكن مش ضروري للحبيب، حيا لحدا بيقطع بحياتي معقول يكون مصدر إلهام، معقول أكتب عنه. بس طبعا في أشخاص كتير بحبونه كتبت عنه، وهيدي واحدة منهم على فكرة. ما أخذ كتير معك وقت كتاب، كأنك قررت، كنا عم نحكي تحت الهواء، أنك كتبتيهم بوقت قليل، كأنك قررت تحطي هدف قدامك اللي هو كتابة كتاب أو نشر كتاب، واشتغلت على هذا الأساس رغم أنه الخواطر اللي كتبتيهم قبل ما نشرتيهم. ما رح كذب إليك، ما رح أقول أنه أنا من زمان كتبتهم وخبيتهم بالدرج. لا، أنا كتبت لأنه حسيت بدي أكتب، وهي فعل في الكتابة تجربة مرأت فيها. أبداً أبداً، فعل الكتابة هو مجرد شعور أنا حسيت حالي بمرحلة بدي أحطه على ورق. وكان عندي اللغة وعندي الأسلوب، وطبعاً أنا تلميذ الترجمة، يعني أنا أتقن أصعب أنواع الكتابة بالترجمة، فعلى هالأساس حبيت أني بلش وبشارك. بس ليش اللي كتبتيهم قبل ما جربت تنشريهم؟ لأنه ما كان بدي أنشر بالإنجليزي، هلأ كان بدي بلش. اول مولود كان لازم يكون بالعربي، واكيد انت رح بتترجمي، اكيد ما رح تسمعي لغير حدا. فرح، في شيء كتاب جديد على الطريق غير انه رح يترجم هيدا؟ قصه مثلا؟ معقول يكون في روايه. روايه هالكتاب فاذا صدر عن دار النهار وهو صار متوفر بالمكتبات اللبنانيه لكل الاشخاص هلا يلي عبالوا يشوفوا انعكاسه نوعا ما من خلال قراءاته، بيقروا على وقع الكعبه العالي. شكرا لك فرح لكم. منكفي مع تقريرنا وبعنوان الفنانون الرؤيويون، حيث تتوحد الأساطير والأحلام حول لبنان. تم افتتاح الدورة 11 لمعرض الفنانين الشباب للفنون الجميلة بلبنان جبل. تقرير عن هالمعرض يلي استضافه فندق السان جورج ببيروت، منتابع سوا. رسومات، لوحات فنية، تصوير فوتوغرافي، منحوتات، أشرطة فيديو، أشكال وصور. 32 فنان وأكثر من 100 مرشح بافتتاح الدورة 11 لمعرض الفنانين الشباب للفنون الجميلة بلبنان، معرض جبل. بتنظيم فرانسا بانك، ومثل ما جرت العادة طلق معرض جبل بعنوان السنة الفنانون الرؤيويون، حيث تتوحد الأساطير والأحلام حول لبنان، لقدم أكثر من 100 تحفة فنية من الفن المعاصر ومن كافة أنحاء العالم العربي، واللي جسدت أحلام وتطلعات الفنانين الشباب للمستقبل، بالإضافة لروحهم المفعمة بالحيوية وبالحس النقدي تجاه قضايا المجتمع المعاصر. مهم هيدا المعرض، مهم للشباب يلي عارضين، يلي احنا حبينا انه يكون في عندهم اكثر فرص ممكنه يعرفوا عن مواهبهم وعن فنهم، ويلي احنا نظمنا هالمعرض كرمالهم. بخصوص تجربتي، هي تجربه جديده عم بحكي فيها عن ادم وحواء، بعلاقتهم مع هذا المكان، مع هذا الفراغ، علاقه متبدله بيحكمها المكان واحيانا بيحكمها الزمان. سميتها افكار، يعني صوت بستوحيها من كل شيء افكار ومخاوف عند المراه، عم يتحولوا لمخاوف كبيره يعني بسبب المجتمع. الاعمال اللي عم شارك فيها هي اعمال ميكس ميديا. كيف بشتغل؟ بشتغل with marks، بحطها على البيبر، بحطها على اللينن، ما بعرف شو عم بعمل. Stitching my theory back هي مثل documentary، artistic documentary لمجموعة، لحياة مجموعة شبان أو شباب سوريين عايشين بلبنان، اللي هي الفترة اللي بيعتبروها مثل فترة تنقل من منطقة لمنطقة. لوحتي عبارة عن كولاج صور وكلمات مجمعتهم مع بعض عن لبنان، بين الماضي وثقافة الماضي كيف نشرناها مع المستقبل يلي بدنا إياه يضل فرح رغم كل الاختلافات اللي عنا. برعاية وبحضور السيدة لما سلام، ومن بعد مرور أشهر على انطلاق مسابقة جبل، تم اختيار 32 فنان لمتابعتهم خلال مسيرتهم المهنية والفنية خلال حياتهم، ليطلقون بعالم الفن وليفتحوا لهم فرص بتساعدهم لتحقيق ذاتهم. فرصة لكل اللي عارضين هون أن يكون عندهم إن شاء الله مستقبل أفضل من خلال عرضهم هون، يتعرف عليهم ناس من برا. والحقيقة بعد ما برمت على كذا
فنان بلاقي انه في مستوى جدا جدا مهم. C'est une excellente idée parce que c'est difficile pour les jeunes de se faire connaître, d'avoir un public et c'est une occasion unique pour eux de justement de présenter leur travail. وفي منهم حتى مميزين عن غيرهم، في فنانين مميزين، في كتير فوتوغرافي كمان كتير حلوين. أول شيء بدنا ننبسط إنه بعد في opportunity حدا عم يعمل لهالشباب يقدروا يطلقوا حالهم، لأنه هلا بظل هالعولمة صار واحد ليقدر يفوت بالصف بده كتير بوش. يوجولي بستعمل وجوه وأجسام. أنا بعتبر portraits are celebration of existence and it shows the inner sense of the subject. ثلاث صور اللي مشارك فيهم أنا عم اشتغل شوي كنت على المدينة على التغيرات يلي خاصة بالمدينة. ومثل ما شايفة أنا شغلي امبريسيون دو جرافور، يعني بحفر على بلاك زانك وبطبعها، وقبل ما بلش أعمل بلاك زانك كنت بلش أرسمها بالأنكر جابونيز. أفكار لقيتها كتير حلوة، في تكنيك شفتها عن بعض الناس كتير لقيتها نيو، فيها روح جديدة. معرض جبل بدورته الـ11 اللي عم بشكل منفذ ورؤية نحو المستقبل، عم يزرع الأمل والثقة بالمواهب الشبابية الجديدة لتحفيز إلهام وتطويره. بلا بريك.